exercise 9 in the opposite figure, F belongs to AB straight line and FD ray perpendicular to AB straight line. ادي البوينت F اهي, البوينت FD belongs to الستريت لاين AB, وبيقول لي ان ال FD ray ده perpendicular to ال AB straight line. يعني ايه perpendicular to ال straight line؟ يعني انت عندك الانجل AFD دي right angle, والانجل BFD برضك right angle. Complete the following. Number one, FA ray union FC ray equal what؟ ادي ال FA ray وادي ال FC ray, هيديني ايه؟ واضح ان هو هيديني الانجل دي. الانجل دي هي اليونيون بتوين ال FA ray وال FC ray. ادي عندك two rays ليهم نفس ال starting A point, يبقى ده هيديني الانجل A F C. طيب نمبر 2, ال FC ray, ادي ال FC ray اهو, يونيون ال FB ray, يونيون الري ده, يعني ده كده يونيون ده كده, تو ريز ليهم نفس الستارتنج بوينت, يبقى هيعمل لي انجل. الانجل دي هتبقى ايه؟ هتبقى سي اف بي, يبقى هيديني هنا الانجل سي اف بي. طيب نمبر 3, الانجل اي اف سي, ادي اي اف سي سبلمنت سوات. احنا قلنا اول ما تسمع كلمة سبلمنتري يبقى 180. طيب ال AFC اهي, طيب واضح ان الانجل دي كلها 180, يبقى لو دي كده بس انا عايز اجيب لها السبلمنت بتاعها, يبقى السبلمنت هيكون باقي كل الانجل دي اللي هي هتبقى ايه؟ اللي هي هتبقى CFB. هنا الانجل DFC, DFC اللي هي دي DFC بتكمبلمنت each of angle what and angle what. كلمة complement complementary احنا قلنا ان هي تيجي في دماغها على طول ال 90. طيب الانجل دي المفروض ان الانجل دي اختها لو عملت لهم addition هيدوك right angle, يبقى الانجل دي هتكمبلمنت ال AFC وبرضك هتكمبلمنت ايه؟ اديك شايف هو عامل لك هنا سكوير, عملت السكوير دي ادي رايت انجل, يبقى برضك بتكمبلمنت الانجل دي, يبقى هتكمبلمنت الانجل دي والانجل دي, يبقى دي اللي هي دي اف اي. طيب نمبر 5, انجل اي اف بي, اي اف بي دي اللي هي الستريت, دي بقى ايه؟ دي بقى از ستريت انجل. And angle DFB, ادي DFB اللي هي دي, دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن right angle. طيب number 6, measurement of angle DFE, ادي DFE اللي هي الانجل دي, be equal measure of an angle what. طيب خد بالك دي جميلة قوي, انت عندك الانجل دي بتكمبلمنت دي ودي, يعني الانجل دي اف سي بلس سي اف اي ايكوال 90, والانجل دي اف سي بلس دي اف اي ايكوال 90, يبقى واضح ان الانجل دي هتيكوال الانجل ايه؟ الانجل دي, يبقى دي اف اي هيكوال الميجرمنت اوف ان انجل سي اف اي. ليه بقى؟ because each one of them complements angle what؟ الانجل دي اللي هي CFD. exercise جميل, يعني حاول برضك ايه تحله مع نفسك عشان تفهمه. exercise اللي بعدها exercise 10, in the opposite figure MA ray, ادي ال MA ray perpendicular to ال AB straight line. اول ما تشوف بربنديكولر يبقى عندي هنا تو رايت انجلز هتلاقيهم موجودين,
ادي رايت انجل اهي اللي هي سي ام اي، وهتلاقي انذر رايت انجل اللي هي سي ام بي. تمام، بيقول لي الميجرمنت اوف ان انجل اي ام اي، اي ام اي ايكوال 50 ديجريز، وحاططهم لي على الرسم. والميجر بتاع بي ام دي، بي ام دي بيكوال معايا ايه 40. انت لما هتخش على المساله، مساله زي دي عندك تو انجلز ميسنج، انت شايفهم مش موجودين لكن هم مش ميسنج. انت عندك دي رايت انجل، دول كده، دي كده رايت انجل، والاثنين دول بيعملوا 90. يبقى دي لو 40 ديجريز يبقى دي هتبقى ايه؟ تمام، هتبقى 50 ديجريز. طيب هنا الاثنين دول بيعملوا كده 90 ديجريز. طيب دي 50 ديجريز، يبقى دي ايه؟ يبقى دي هتبقى 40 ديجريز. يبقى انت اول ما هتخش على المساله وتبص كده على الفيجر اللي عندك، لو تعرف تطلع الميسنج انجلز بعينيك طلعها على طول. طيب بيقول لك هنا بقى ايه، فايند اول بيرز اوف كومبلمنتري انجلز. ايه الانجلز اللي بتكومبلمنت ايتش اذرز؟ طيب دي سهل، يعني كومبلمنتري يعني انجلز الاديشن بتاعهم بيبقى ايه، بيكوال كام؟ بيكوال 90. تعال بص كده بعينينا على الرسم، هتلاقي ان ال40 بتكومبلمنت الايه ال50، وال50 دي بتكومبلمنت الايه ال40 دي. وفي حاجه كمان خد بالك، ال40 دي برضك بتكومبلمنت ايه؟ بتكومبلمنت دي. وخد وبرضك عندي حاجه كمان، الانجل دي برضك ال50 بتكومبلمنت اولسو ذيس ايه، ذيس انجل. يبقى انا عندي 4 بيرز. يبقى اول بير، اول بير انجل اي ام اي اند انجل بي ام دي اللي هو مدهاني، اللي هي اي ام اي والبي ام دي، بوث اوف ذيم ار كومبلمنتري تو اتش اذرز. طيب تاني واحده عندي، تاني بير اللي هو ده، الاثنين دول اي ام اي واي ام سي، اي ام اي اند الانجل اي ام سي. طيب تالت بير عندي الانجل ديت والانجل دول مع بعض، يبقى اي ام سي انجل اي ام سي اند الانجل اللي جنبها سي ام دي. اخر بير عندي اللي هو الاثنين دول، هيبقى الانجل سي ام دي اند الانجل دي ام بي. بارت 2، find all pairs of supplementary angles. طيب supplementary يعني 180. يبقى تعالى بص شوف الايه، ايه البيرز اللي هيعملوا معاك 180. طب واضح ان انت عندك ادي ال50، ادي انجل اهي، وكل دي هم خد بالك دي ستريت انجل، يعني كل ده ال180 اند ايه اند 80. طلع منهم بقى اتنينات اتنينات، لو خدت دي كده الاي ام اي يبقى عندي اي ام بي. طب ولو خدت دي هيبقى السبلمنتري بتاعها الدي ام اي. طب عندي ايه تاني؟ خد بالك عندي التو رايت رايت انجلز الايه الكبار دول، الرايت انجل دي اللي هي اي ام بي والاي ام اي، بردك الاثنين دول سبلمنتري تو اتش اذرز. يبقى انا عندي هنا السوليوشن بتاع اتنين، الاول بيرز اوف سبلمنتري انجلز، اول انجل عندي اول بير هيبقى الانجل اي ام اي اند الانجل اي ام بي. طيب تاني بير عندي هيبقى الانجل اللي هي الانجل دي بي ام دي اند الانجل دي ام اي. طيب تالت بير عندي اللي هم التو رايت انجلز، يبقى عندي اي ام سي والانجل الثانيه اللي هي بي ام سي. طب نيجي نشوف اخر حاجه، فايند اول بيرز اوف انجلز اوف ايكوال ميجرز. اللي عايز الانجلز اللي هي ايكوال ميجرز. طيب بعينيك كده دي عندك 40 بتيكوال ال 40 دي، وال 50 بتيكوال الايه ال 50 دي. خد بالك بقى في حاجه انت ممكن ما تاخدش بالك منها، ايه هما؟ انت عندك دي رايت انجل ودي رايت انجل، وخد بالك دي كده رايت انجل برضك لان هي 40 و50. يبقى هتلاقي ان الرايت انجل دي هتيكوال الرايت انجل دي،
والرايت انجل دي هتيكوال ايه دي. تعال نكتبه. يبقى انا عندي اول بير عندي هنا هيبقى الانجل اي ام اي دي بتيكوال 50، دي هتيكوال معايا الانجل سي ام دي. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الانجل بي ام دي هتيكوال معانا الانجل اي ام سي. طيب نيجي بقى نشوف الرايت انجلز اللي عندي. عندي الرايت انجل سي ام بي دي هتيكوال الرايت انجل سي ام اي. الانجل اللي بعد كده هتلاقي عندك اللي هي الدي ام اي، مره هتساوي السي ام بي ومره هتساوي السي ام اي. يبقى الانجل الاي ام دي هتيكوال معايا مره الانجل السي ام بي ومره هتيكوال معايا اللي هي اي ام دي ومره هتيكوال معايا الانجل سي ام اي. يبقى انا عندي كام انجلز ايكوالز في الميجر؟ عندي دي مع دي، وعندي ال 250 دول، وعندي 3 رايت انجلز، هاخد كل اتنين مع بعض. اكسرسايز 11 ان ايتش اوف ذا فولوينج فيجرز اف بي اي راي بيربنديكولار تو بي سي راي. طالما عندك بيربنديكولار يبقى هتلاقي عندك رايت انجلز في الايه؟ في البروبلم عندك. Find the measure of the required angle under each figure. طيب هو هنا عندي الفيجر اهو، هو طالب عندي عايز الميجر اوف ذا انجل اي بي دي، عايز اي بي دي. طيب هو بيقول لك ايه؟ ان الري ده بربنديكولار على الري ده، يعني دي كلها تبقى كام؟ هتبقى 90. طيب دي كلها 90 ومديك دي 65، يبقى دي كام؟ واضحه جدا ان دي هتيكوال معايا ال 90 ماينس ال 65 degrees اللي هتيكوال معايا 25 degrees. طيب تعال نشوف هنا. هو هنا ادي الفيجر عندي. في حاجه جديده في الفيجر دي هقول لك عليها، ايه هي؟ ان لما تلاقي عندك ساينز كده شكل بعضها ده معناها ان الانجل دي بتيكوال الانجل دي بتيكوال الانجل دي. طالما شكل ايه؟ طالما بديك سيمبلز كده شكل بعضها يبقى دي بتيكوال دي بتيكوال دي. هو هنا بيقول لك عايز ايه؟ عايز الميجر اوف ذا انجل بي دي بي سي، دي بي سي عايز دي كلها. طب ايه الجيفن اللي عندي؟ الجيفن اللي عندي ان السي بي اي دي بيربنديكولار. طيب لما يكون دي 90 والمفروض ان دي بتيكوال دي بتيكوال دي، يعني معنى كده ان اي واحده فيهم هتيكوال كام؟ هتيكوال ال 90 على كام؟ على 3 اللي هي هتيكوال 30 degrees، صح ولا لا؟ يبقى دي 30 degrees عندك ودي 30 degrees ودي 30 ايه degrees. هو عايز بقى دي، هو عايز ال دي بي سي، يعني عايز دي كلها. يبقى هتيكوال ايه؟ هتيكوال 30 degrees بلس 30 degrees اللي هي 60 degrees. الفيجر اللي بعد كده، في الفيجر ده هو طالب الميجر بتاعت الانجل اي بي دي. اي بي دي ايه الجيفن اللي عندك؟ مديك ادي اول جيفن، السكند جيفن، وانت عندك ان اصلا كل دي 90. طيب يبقى الاثنين دول مع بعض هيكوال كام؟ 25 بلس 45 هيكوال 70. يبقى دي هتيكوال معانا ال 90 كلها ماينس الايه؟ ال 70 ديجريز اللي هي هتيكوال 20 ديجريز. طب نيجي هنا، هو عايز الميجر للانجل اي بي اف. اي بي اف طيب انت عندك دي كلها ايه؟ دي 40 ودي كلها 90، يبقى الاثنين دول مع بعض هيعملوا كام؟ الاثنين دول مع بعض هيعملوا ايه؟ هيعملوا 50 ديجريز. طب الاثنين دول مع بعض 50، طب الاثنين دول مع بعض 50 ديجريز، والاثنين دول متقسمين لتو انجلز، التو انجلز دول قد بعض، يبقى دي كام؟ يبقى دي هتبقى 50 degrees over a over 2، ودي بردك هتبقى 50 degrees over a 2 اللي هي 25 ودي 25.
يعني الميجر بتاع الـ ABF ABF هي equal 25 degrees. Exercise 12. In each of the following figures, if C belongs to AB straight line, find the measure of the required angle under each figure. برضك محتاج الايه؟ الميسنج انجلز. طيب انت عندك الـ AB ده straight line. ستريت لاين يعني ايه؟ يعني الانجل دي كلها 180. هو عايز هنا الميجر بتاع الاي سي دي. اي سي دي سهله، انت عندك كل دي 180 هتعمل سبتراكشن لل 66 منها، يبقى دي هتيكوال معايا 180 degrees minus ال 66 degree اللي هي هتيكوال معانا 140. طيب تعال نشوف هنا، عايز الميجر بتاعت الانجل اي سي بي. طب مدي لك ايه؟ كل الـ AB ده straight A straight line، يعني دي straight angle، يعني دي 180. طب انت عندك دي هنا 35، وعندك دي هنا مديك الـ A، مديك الـ sign بتاعت الـ perpendicularity، يعني دي كده عندي 90. يبقى دي كام؟ طب الاتنين دول مع بعض هيبقى 90 degrees plus 35 اللي هي 125 degrees. يبقى دي هتيكوال معايا كام؟ هتيكوال 180 minus 125 degrees اللي هي هتيكوال 65 degrees. طيب تعال نشوف هنا، هو عايز الميجر بتاعت الانجل الـ ECF. طيب انت عارف ان كل الانجل دي 180، مديك 3 angles given، يبقى دي هتيكوال ايه؟ هتعمل addition للـ 3 angles دول، واللي هيطلع هتعمله سبتراكشن من 180. يبقى عندي 32 بلس 28 بلس 56 هيكوال معانا هيبقى 116 degrees. يبقى انا عندي دي بقى هتيكوال ايه بقى؟ يبقى دي كده هتيكوال معايا 180 minus 160 degree اللي هي هتيكوال معانا 64 degree. طيب نيجي اللي بعد كده، عايز الميجر للانجل اي سي دي. طيب اول حاجة عندك تاخد بالك منها، الاي بي ستريت لاين، يعني كل دي كده 180. يبقى 3 انجلز دول 180 اللي مدهولك جيفن، مديك جاست 1، لا مديك خد بالك في 2 سيمبلز هم زي بعضيهم، يعني دي 50 ودي كمان ايه؟ ودي كمان 50 degrees. طيب لما يكون الاثنين دول 50 degrees يبقى دي كلها كام؟ يبقى دي كلها كده 100. يبقى معاك دي، يبقى دي هتيكوال معايا كام؟ 180 degrees minus ال 100 degrees اللي هتيكوال معانا 80 degrees. نيجي هنا، طب مديني هنا 100 given، هو عايز الدي سي بي. طب لما يكون دي 100 given يبقى اللي هيتبقى عندي في الستريت انجل هيبقى كام؟ هيبقى 180 minus 100 اللي هي equal 80 degrees. يبقى الانجل دي والانجل دي المفروض هما الاثنين مع بعض هيعملوا ايه؟ هيعملوا 80 degrees. يبقى الواحده منهم هتيكوال كام؟ هيبقى هتيكوال 80 degrees over a 2 which is a 40 degrees. يبقى الدي سي بي هتيكوال معانا 40 degrees. طب نيجي نشوف هنا، عندك ستريت انجل دي كلها 180. طيب ال 180 حصل لها ديفيجن ل 3 انجلز، الثلاثه دول ايكوال، يبقى عندي الواحده هتيكوال كام؟ يبقى هتيكوال على طول 180 اوفر اي 3 اللي هتيكوال 60 degrees. يبقى الاف سي بي، اف سي بي هتيكوال معانا كام؟ الواحده من دول ب 60. يبقى الاف هو بقى عايز اف سي بي، عايز كل دي، يبقى دي عباره عن 60 بلس 6 اللي هي 120 degrees. اللي بعد كده عندك دي 60، يبقى دي كلها كام؟ وهيبقى عندك دي كلها 180 degrees minus الايه؟ ال 60 degree اللي هي هتيكوال 120 degree. يبقى كل دي كده 120. طب دي معمول لها ديفيجن ل 3 ايكوالي انجلز، يبقى الواحده منهم بكام؟ الواحدة منهم هتبقى 120 over 3 اللي دي هتبقى 40 ودي 40
ودي 40. طب هو عايز ايه؟ عايز الميجر للدي سي بي. دي سي بي يبقى انا عندي 40 بلس 40 بلس ايه؟ بلس 60 اللي هتبقى معانا 100 اند ايه؟ اند 40 ديجريز. طب نيجي نشوف هنا عندي الانجل دي 40 الانجل دي 3 اكس يبقى 3 اكس عندك هتيكوال كام؟ يبقى 3 اكس عندي هتيكوال 180 ديجريز ماينس الايه؟ ال 40 اللي هي هتيكوال معانا 140 ديجريز. طيب ال 140 ديجريز دي بتيكوال 3 اكس يبقى الاكس عندي هتيكوال كام؟ هتيكوال على طول 140 ديجريز اوفر كام؟ اوفر 3. نيجي نعملها على الكالكوليتر هتيكوال معايا 46 degrees and 40 minutes. Excuse me يا جماعة معلش دي هنا 55 degree. ال 180 minus 125 بال 55 degrees. Exercise 13. In each of the following figures, state if CA and CB rays are on the same straight line or not and why. احنا اتفقنا لو CA and CB on the same straight line هيعملوا straight angle. يعني for example in figure 1 لو CA والCB دول الاثنين على نفس الستريت لاين يبقى لازم يكون الانجلز سي الانجل سي بتيكوال 100 اند ايه اند اتش. يبقى احنا هنا في السوليوشن عندك تو انجلز اهم الاديشن بتاعهم 114 بلس 66. طيب ال 114 بلس 66 هيكوال معانا كام؟ هيكوال معانا 180 ديجريز. يبقى as long as ان دي كلها 180 ديجريز يبقى so CA and CB هنا are on the same straight line. يبقى هنا لهنا على نفس الستريت لاين. طب تعال نشوف هنا التو انجلز عندك 116 بلس 62 116 بلس 68 اللي هي هتيكوال 178 ايه ديجريز. طبعا ما طلعتش معايا 180 يبقى هنا السي اي راي والسي بي راي ار نوت اون ذا سيم ستريت لاين هنا نوت. طب تعال نشوف هنا عندك 3 انجلز هم اعملهم اديشن على طول هيبقى 39 بلس 85 بلس 58 ده هيكوال معانا كام؟ ده هيكوال معانا 182 ديجريز. يبقى دي هنا جريتر ذان 180 لازم يطلع 180 بالظبط اكزاكتلي 180. هنا طلع جريتر ذان 180 يبقى السي اي والسي بي راي الاثنين دول ار نوت اون ذا سيم ستريت لاين. الفيجر اللي بعد كده عندك هنا دي 60 وال 3 انجلز دول ار ايكوال يبقى هنا 60 وهنا 60 وهنا 60 يبقى انا عندي 60 تايمز 3 هتيكوال 100 اند ايه اند 80. يبقى هنا واضح ان السي اي والسي بي ار اون ذا سيم ستريت لاين. تعال هنا نشوف الاديشن بتاع دول كلهم. الاديشن بتاع دول هيبقى عندي هنا 56 بلس 64 بلس 32 بلس 28 ده بيكوال 180 يبقى so CA ray and CB ray are on the same straight line. طيب هنا دي عندك 40 يبقى دي طبعا هنا تو سيمبلز هم زي بعض يبقى دي بردك ايه 40. طيب هنا 51 والتو سيمبلز زي بعض يبقى واضح ان هي تبقى ايه 50 ايه 51. يبقى انا عندي هنا 51 و 51 يبقى عندي هنا 100 and كام and 2 بلس كام بلس 80 يبقى هتيكوال 182 يبقى واضح ان السي اي والسي بي ار نوت اون ذا سيم ستريت لاين. طيب نيجي اللي بعد كده اكسرسايز 14 تشوز ذا كوريكت انسر فروم ذا جيفن وانز. ستيتمنت 1 ذا اوبتيوز انجل سبلمنتس دوت انجل وات انجل. تعال عندك الاوبتيوز انجل دي جريتر ذان ال 90 وليس ذان 180. طيب لما هتعمل سبلمنت الانجل طب متوقع ان هي هتكون ايه؟ هل ممكن تكون اوبتيوز زيها؟ صعب جدا. انت عندك الانجل هتبقى عامله كده ادي
لو ده عندك الستريت لاين دي كده الاوبتيوز انجل. طب الانجل دي نوعها ايه؟ واضح ان هي هتبقى اكيوت انجل، يبقى هنا اكيوت انجل. ستيتمنت 2: Between any two distinct points we can draw dot straight line passing through them. اي two distinct points اقدر ارسم in between them، هرسم ايه؟ هرسم كام straight line؟ دي معروفة ان احنا هيبقى just one straight line، ما ينفعش اعمل two straight lines، هما هيبقى just one. Number 3: If measure of angle A plus measure of angle B equal 180 then angle A and angle B are A. طبعا خدناها كتير، هيبقوا الاثنين دول supplementary angles. 4: If BA perpendicular to BC، عندك two rays are perpendicular then المجر بتاع ال ABC هيكون ايه عندك؟ ادي عندك ري اهو BC perpendicular لي بي اي، يبقى واضح ان المجر بتاع الاي بي سي هيبقى ايه؟ هيبقى 90 ديجريز. طيب نمبر 5: If angle A supplements angle B وangle A بتسبلمنتس angle C يبقى then البي اند سي ار اي، طبعا واضح ان هم هيبقى ايكوال ان ميجر. نمبر 6: If المجر اوف انجل اكس ايكوال 15 then the two angles whose measure are two measure of angle x and four measure of angle x are a. طيب انا عندي الانجلز اللي هيكون doubling المجر بتاع الاكس x هيكوال كام؟ هيبقى 15 times 2 اللي هي 30، والانجلز اللي المجر بتاعها 4 times الangle x هيبقى كام؟ 4 times 15 اللي هو 60. يبقى انا عندي ال 30 وال 60 دول عباره عن ايه؟ هيبقى complementary angles. نمبر 7: If the measure of angle A equal to the measure of angle B، يعني الانجل A كبيره قد الانجل B مرتين and الانجل A بتسبلمنتس الانجل B then the measure of angle B هي equal what؟ انت عندك هنا ال A وال B supplements to each other، يعني الميجر بتاع ال A بلس الميجر بتاع ال B بيكوال كام؟ 180. طيب ولو عندي وعندي دي قد دي مرتين، يبقى انا عندي هنا ده جاست 2 بارتس وهنا 1 ايه؟ 1 بارت. يبقى البارت عشان اجيب جاست 1 بارت هنديفايد اوفر 3، يبقى 180 ديفايدد 3 اللي هو هيكوال كام؟ ايكوال 60. يبقى الميجر اوف انجل A هيكوال كام؟ هيكوال 120، والبي هتبقى 60، يبقى البي عندي هنا عباره عن 60. نمبر 8: AB line segment dot AB ray. ايه الريليشن بين اللاين سيجمنت AB والAB ray؟ واضح طبعا اللي هي ايه؟ هتبقى subset of. طيب if the measure of angle X equal to the measure of angle Y، يعني الانجل X قد الانجل Y مرتين and the angle Y is an obtuse angle. طيب زين انجل اكس از هتبقى ايه؟ لو انت عندك الانجل واي اوبتيوز والانجل اكس قدها مرتين، يبقى واضح ان هي هتبقى ايه؟ هتبقى ريفلكس. طيب اكسرسايز 15: كومبليت ذا فولوينج. نمبر 1: اف انجل اكس كومبلمنتس انجل واي، يعني الاكس والواي 90 اند انجل زد كومبلمنتس اولسو الانجل واي، يبقى واضح ان الزد والاكس هيبقى ايه؟ ار اي ار ايكوال. طيب نمبر 2: if angle x complements angle y، يعني ايه؟ يعني الاثنين دول 90 والميجر اوف انجل x equal الميجر اوف انجل y، يعني الاثنين 90 والاثنين قد بعض، طبعا دي مشهوره جدا اللي هي الانجل ال 45، يبقى الانجل x هتيكوال كام؟ هتيكوال 45 degrees اللي هي 90 over a over 2. نمبر 3: if angle a and angle b are two supplementary angles، يعني الاثنين دول a 180 والميجر اوف انجل A اند بتيكوال الميجر اوف انجل B، طبعا سهله واضح، يبقى الانجل A هتبقى عندي ايه؟ هتبقى رايت انجل اللي هتبقى 90. نمبر 4: اف الميجر اوف انجل X ايكوال هاف الميجر اوف انجل Y،
والانجل اكس ايكوال 30، يبقى الانجل واحد ايكوال كام؟ واضح ان هي هتبقى 60. يبقى التو انجلز دول اسمهم ايه؟ هيبقوا كومبلمنتري انجلز. طيب نمبر 5، if the ratio between the measures of two supplementary angles is 2 to 7، يعني عندي تو انجلز، التو دول سبلمنتري يعني 180، والتو انجلز دول كام؟ الريشيو 2 تو 7. Then the measure of the greater angles equals what؟ انت عندك 2 تو 7، يعني عندك كام بارت؟ عندك 9 بارتس، الريشيو عندي 9. طب هو عايز الجريتر، ال 9 بارتس هيعملوا 180. يبقى انا عندي ال 7 تو 9، يبقى انا عندي الانجل اللي انا عايزها 2 كام؟ 180. نعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى الاكس عندي هتيكوال 7 تايمز 180 اوفر ايه؟ اوفر 9. ال 9 ديفايدد 9 از 1، 180 ديفايدد 9 هيبقى عندي 20، يبقى 7 تايمز 20 اللي هي 140 ديجريز. يبقى هتيكوالز معايا الميجر اوف ذا جريتر انجل ايكوالز 140 ديجريز. طب نيجي نشوف هنا نمبر 6، if the measure of angle A equal half the measure of B وال measure of C equal half the measure of D. طب بيقول لي ايه؟ بيقول لي measure of B بت supplements ال D، يعني ال B وال D 180. then measure of angle A وال measure of angle C equal كام؟ طب دي هتعمل substitution، measure of angle A هو بيقول لك half the measure of angle B، يبقى انا عندي هنا half measure of angle B هيبقى بلس measure of angle C بيكوال كام؟ half measure of D، يبقى half measure of angle D. طيب خد ال half common، يبقى عندي هنا half، هتلاقي بقى عندي measure of angle B plus measure of angle D. الميجر اوف انجل بي بلس الدي هو بيقول لك ان البي والدي سبلمنتس اتش اذرز، يعني دول كده 180. اعمل تايمز الهاف يبقى عندي ال 90 ديجريز، يبقى عندي هيبقى الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل سي بيكوال 90 ديجريز. نمبر 7، اف انجل اي كومبلمنتس انجل بي والانجل بي بتكمبلمنتس السي، سوري بتسبلمنتس السي، والميجر اوف انجل اي ايكوال 32. طب لما الميجر اوف انجل اي بتيكوال 32 يبقى البي بكام؟ يبقى انا عندي الميجر اوف انجل بي هتيكوال ال 90 ماينس ال 32، يبقى هتيكوال ال 58 ديجريز. يبقى الميجر اوف سي، انت عندك سي بتسبلمنتس البي، يبقى السي هتيكوال 180 ماينس ال 50 8 اللي هت equal 122 degrees. Number 8، in the opposite figure عندي ال C belongs to the AB straight line، يبقى واضح كده ان ال angle C دي كلها 180، ومديني ال angle دي عندي 85 ال DCE، وبيقول لي ان ال ACD الريشيو ما بينها وما بين الـ ECB equal to كام؟ to 3، يعني الاثنين دول عندي 5 parts. طيب عايز دلوقتي بقى هو find ايه؟ بيقول لي find الـ measure بتاعت الـ ACE، ACE عايز كل دي، وعايز الـ measure DCB وعايز كل دي. طب احنا نجيب دول الأول. طب أنا عندي دي straight line، يبقى أنا عندي الـ angle ACD الـ measure of the angle ACD plus الميجر بتاع الانجل اي سي بي، ده هيكوال معايا كام؟ هيكوال معايا 180 ماينس ال 85 اللي هو هيكوال معايا في ايه؟ 95 ديجريز. يبقى الاثنين دول 95 ديجريز، والاثنين دول بيكوال 5 بارتس، يبقى ده معناه ايه؟ هات اي واحده منهم. يبقى انا عندي ال 225 هيكوال معايا الانجل اللي هي الانجل اللي هي ايه؟ اي سي دي، لان هي 2 بارتس بس. يبقى الميجر بتاع الانجل ACD ال 5 بارتس عندي ب 95 ديجري، يبقى انا عندي الميجر بتاع الانجل ACD هيكوال معايا 225
2 times 95 over 5 هنا يبقى 1 هنا يبقى 90 اللي هتكون معايا 38 degrees يبقى عندي هنا 38 degrees. طيب يبقى ده معناه ان الميجر بتاع الـ ECB هيبقى 95 minus 38 اللي هو هيكوال معانا 57 degree. نيجي بقى اللي هو عايزه. هو عايز الميجر بتاع الانجل ACE. يبقى ده هيكوال كام؟ الميجر بتاع الـ ACE هيكوال ACE هيكوال ده 38 plus 85. which is 123 degrees. طيب الثانية DCB. DCB. ده بيكوال كام؟ يكوال 85 plus 57. اللي هو هيكوال 142 degrees. Problem 16. In the opposite figure, في الفيجر ده الميجر بتاع الدي سي بي اهو مديهاني اهو 60 عندي ومديني الميجر بتاع الاي سي بي 2 الميجر بتاع البي سي دي 2 الميجر بتاع الدي سي اتش مديني ريشيوز 2 to 3 to 4. بيقول لي بقى السؤال بتاعه ار سي اي راي اند سي اتش راي اون ذا سيم ستريت لاين اور نوت اند واي. يعني عايز يقول لك هل دي كلها 180 ولا لا. طيب انا عندي دلوقتي ناخد اول تو ريشيوز دول الميجر بتاع الانجل اي سي بي تو الميجر بتاع الانجل بي سي دي. ده عندي كام لكام؟ ده عندي هنا 2 to 3. طب انت عندك الدي البي سي دي اصلا كام؟ دي عندي 60. يبقى هنا دي هتيكوال كام؟ يبقى سو يبقى عندي هنا زين الميجر بتاع الانجل اي سي بي هيكوال 2 تايمز 60 اوفر 3. هنا 1 هنا 20 يبقى هيكوال معايا 40 ديجريز. طب خد بالك بقى، ممكن واحد يجي يقول ايه؟ طب والله دي عندي هنا 60 ودي عندي هنا 40 يبقى هنا 180 minus 60 plus 40. لا كده غلط، لان هو اصلا ده هو مش مدي لك ان دي given 180، مش مديها لك given. يعني ما تجيش تقول بقى عشان انا طلعت دي كده ب 40 يبقى الاثنين دول 100 يبقى دي 80. لا ما ينفعش تعمل كده، لازم تجيبها بالريشيو الاول. هو مديني بردك الميجر بتاع الانجل بي سي دي 2 الميجر بتاع الانجل دي سي اتش بيكوال معانا 3 to 4. طيب والبي سي دي عندي كام؟ 60. يبقى دي بكام؟ يبقى الميجر so the measure of the angle DCH هي equal 4 times 60 divided 3. هنا 1 هنا 20 يبقى هي equal معايا كام؟ 80 degrees. يبقى انا عندي دلوقتي since the measure of the angle ACB plus the measure of the angle B سي دي بلس الميجر للانجل دي سي اتش ده بيكوال كام؟ هيكوال 40 بلس 60 بلس 80 ديجريز بيكوال 180 ديجريز. يبقى سو زين الريز بقى اللي هم عندي اللي هو مين ومين؟ السي اي والسي اتش. هيبقى السي اي ري اند السي اتش ري ار اون ذا سيم
straight line. وبكده يبقى احنا خلصنا الاكسرسايزز بتاعت ليسون 1 في الجيومتري. يا رب تكونوا فهمتوها كويس. يا ريت تحلوا مع نفسكم كتير، تحلوا مع نفسكم كتير يا جماعه. مش هتقدر تحسن مستواك الا لما تحل مع نفسك كتير. ما تضيعش وقت، نصيحتي ليك ما تضيعش وقت خالص. حاول تستثمر وقتك كويس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وما تنسوش سبسكرايب عشان تتابعوا بقيه فيديوهات المنهج ان شاء الله. Thank you.